التوحد هذا الداء الذي يزداد انتشارا في أوساط الأطفال، فأصبح يؤرق العائلات لصعوبة التعامل مع سلوكياتهم غير المألوفة، ما يستدعي الرعاية اللازمة لهذه الشريحة من المجتمع. الجزائر أولت العناية للأطفال المصابين بالتوحد بفتح أقسام خاصة عبر المؤسسات التعليمية. مختصون يحذرون من ارتفاع معدل الإصابة باضطراب التوحد في الجزائر، مما يستوجب تكثيف الجهود في مجال التكفل بالمصابين ومرافقة أوليائهم وحتمية التشخيص والكشف المبكر، وللتذكير أيضا ما أقدم عليه قطاع التربية الوطنية من تبني سياسات داعمة لدمج الأطفال ذوي الاضطرابات التوحد في النظام التعليمي العادي، من بينها فتح أقسام خاصة بالمؤسسات التعليمية العمومية، وتم قبل سنتين فتح أزيد من 200 قسم متخصص لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد على مستوى الأطوار الثلاثة للتعليم الأساسي، مع ضمان مرافقتهم بالطب المدرسي. التشخيص المبكر لتوحد الأطفال ومرافقتهم طبيا لدى مختصين يساعد على تحضيرهم للانسجام في المدارس بشكل عادي. من بين أهم الحلول بالنسبة للأطفال التوحد، قد ما نشخصوهم على البكري، نرافقوا العائلة، نرافقوا الطفل، نوجهوا العائلة في كيفية التعامل مع الطفل هذا، كيفاش التربية تاعو، بس كذا هو الحل. ما كاش دواء التكفل من عامين عامين ونص، وما كنديروا لهم ادماج في الروضه في روضات الاطفال، باسكو الادماج الاجتماعي مهم جدا باش نهيئوا الادماج المدرسي. وبما ان للعائله والوسط المدرسي دور لادماج مرضى التوحد في المجتمع، اضحى لزاما قبولهم لضمان انخراطهم في الحياه وفق مختصين. تقبل الحاله تاع وليدك، تقدر تتطور معاه، وممكن تدي عند الاخصائيين يقدروا يخدموا معاه ويقدروا يتجاوبوا معاه، ويكون العمل لازم يكون العمل من طرفين، الاخصائيين ولا الفريق التربوي اللي يخدم معاه يخدموا معاه، والاولياء لازم ثاني هما ثاني يخدموا معاه في الدار، وهذه تكون نتيجه. لو بروبليم كي سوبوز هو البرنامج، ما كاينش برنامج مخصص ليهم. لا بيبار تاع لي زوتيس واش راهم يديروا دوكا، راهم يقراوا البرنامج العادي اللي راهم يقراوا فيه الاطفال الاخرين، ولكن هما لازم لهم اذا كان اطفال بايزهم عندهم توحد خفيف ولا عندهم لو سيندروم اسبرغر، هادو يقدروا يتواصلوا ويندمجوا في اقسام مع اطفال اخرين، سكون ابل لي نوروتيبيك. دونك بالبرنامج هذا اذا كان عندهم اوكسيليير ولا لا، ولكن كاين الشريحه الاخرى اللي عندهم طيف توحد متوسط، ولكن نفتح لهم الباب تاع التربيه، ولكن لازم لهم برنامج خاص. كل بمقامه. اليوم الدراسي الذي خصصته الغرفه السفلى للبرلمان لمرضى التوحد كان محطة لتقديم مختلف المختصين تشخيصا للداء ببلادنا، مع اقتراح جملة من الحلول التي من شأنها إدماج هذه الشريحة في المجتمع.